السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس الدوال الأصلية، تمرين رقم 6. حدد مجموعة الدوال الأصلية للدوال التالية. نبدأ بتحديد الدالة الأصلية أو الدوال الأصلية لأول دالة، اللي هي f x تساوي x الجذر ديال x مربع زائد 1. دائما ممكن نأخذ أي دالة ونبغي نلقى لها الدالة الأصلية، كنحاول نشوف في جدول الدوال الأصلية واش عندي شي صيغة قريبة لهذه. إذن حنا كيكون عندنا بالنسبة لجدول الدوال الأصلية، كيكون عندنا الجذر في البسط، كيكون عندنا U بريم على جذر U. الأصلية ديالها هي الجذر U، ولكن عندنا واحد الدالة اللي كتكون على شكل U بريم، U N أو U R بشكل عام. إذا الأصلية ديال هاد التعبير هذا هي 1 على R زائد 1 U أس R زائد 1. إذا نحاولو نشوفو واش ممكن نطبق هاد التعبير هذا، يعني هاد الدالة المشتقة أو صيغة الاشتقاق. إذا F لـ X تساوي ماذا؟ تساوي X الجذر ديال x مربع زائد 1. اذا x الجذر ديال x مربع زائد 1 ممكن نكتبوها على شكل x كاري زائد 1 اس 1 على 2. اذا ولا خديت هذا التعبير اللي كاين داخل الاس اللي هو وضعته هو u، إذن U كتساوي لنا X كاري زائد 1. إلا درنا لها الشقاق فغادي يجي الشقاق ديال X كاري هو 2X زائد الشقاق ديال 1 هي 0. إذن 2X، إذن هنا نحاولو نلقاو داك 2X. إذن شنو كندير؟ كنضرب في 1 إلى 2 وكنضرب في 2. إذن 1 إلى 2 في 2 هي 1. إذن X كاري زائد 1 أس 1 على 2. إذا هاد جوج إكس كنعوضها بإكس كاري زائد 1 بريم، باش كنلقى الدالة أو كنلقى الصيغة ديال U بريم U R. إذا هي 1 على 2 مضروبة في إكس مربع زائد 1، إكس مربع زائد 1 أس 1 على 2. إذا دابا لقينا صيغة الشقاق. الدالة الأصلية ديال هاد الصيغة هي 1 على R زائد 1 U أس R زائد 1. إذا 1 على 2 مضروبة في ماذا؟ مضروبة في 1 على 1 على R زائد 1، أي 1 على 2 زائد 1. 1 على 2 زائد 1 هي 1 على 2 زائد 2 على 2، أي 3 على 2. إذا 1 على 3 على 2، 1 على 3 على 2 هي 1 في المقلوب ديال 3 على 2، أي هي 1 في 2 على 3. إذا يمكن لي نكتب مباشرة 2 على 3 مضروبة في ماذا؟ في x كاري زائد 1 أس 3 على 2. إذن هذه هي الدالة الأصلية. هنا خصنا نكتبو f دو x زائد واحد العدد ثابت. نبسطو هاد الكتابة، نختزلو بجوج، إذن كيبقى لينا 1 على 3 مضروبة في x كاري زائد 1 أس 3 على 2. إذا هاد التعبير كذلك براسو يمكن لي نبسطو ونرجعو نكتبو على شكل الجذر. إذا كنعرفو بأن 3 على أس 3 على 2، إذا هادي يمكن لي نكتبو على شكل 1 على 3 إكس كاري زائد 1، إذا أس 2 على 2. دونك حنا عندنا كنعرفو بأن أ أس 3 على 2 مثلا، يمكن لي نكتبها على شكل أ أس 2 على 2 زائد 1 على 2، إذا هي أ أس 2 على 2،
اللي هي واحد مضروبة في أ أس واحد على جوج. إذا أ في أ أس واحد على جوج هي التعبير اللي غادي ندير. إذا مضروبة في إكس كاري زائد واحد أس واحد على جوج، وأس واحد على جوج هي الجذر ديال هاد التعبير هذا. إذا هذه هي الدالة الأصلية دائما زائد لندا زائد لندا. إذا هذه هي الدالة الأصلية للدالة f دو x. التعبير الموالي f لx تساوي x كاري على الجذر. إذا كي كنشوف الجذر في المقام كنذكر العلاقة ديال u بريم على u. هاد الصيغة ديال الشقاق الأصلية ديالها هي جذر جوج جذر u. إذا u هو التعبير اللي كيكون داخل الجذر. إذا إلا وضعنا u كتساوي لنا 8 زائد x أس 3 ودرنا لها الشقاق، الشقاق ديال 8 صفر من الشقاق ديال x أس 3 هو 3 x مربع. إذا حنا عندنا x مربع، إذا شنو كندير؟ كنضرب في العدد 3 في البسط وفي المقام. إذا هي 1 على 3 مضروبة 3 x كاري على الجذر ديال 8 زائد x أس 3. إذا كنعوض هاد 3 x كاري لهاد التعبير هذا اللي هو 8 زائد x أس 3 بريم. إذا 1 على 3 إذا 8 زائد x أس 3 بريم على الجذر ديال 8 زائد x أس 3. إذا لقينا الصيغة ديال الشقاق u بريم على الجذر ديال u، الأصلية ديالها هي جوج جذر u، وبالتالي فالدالة الأصلية هي f كبيرة تساوي 1 على 3 في الجذر ديال 8 أو في جوج جذر ديال 8 x أس 3 زائد لندا واحد ثابتة. إذا 1 على 3 في جوج هي جوج على 3 الجذر ديال 8 زائد x أس 3 زائد لندا، بحيث لندا عدد ثابت كينتمي لR. دابا غادي نشوفو الدالة الأصلية ديال الدالة f لx تساوي سينوس ديال 4x ناقص 1. إذا جدول الدوال الأصلية للدوال الاعتيادية عندنا سينوس ديال ax زائد b. إذا الدالة الأصلية ديال هاد الدالة هادي هي الدالة ناقص 1 على a الكوسينوس ديال ax زائد b. إذا غادي نطبق نفس القاعدة عليها. إذا عندنا f لي x تساوي، إذا 4 f لي x تساوي ماذا؟ إذا عندنا ناقص 1 على a، a هو المعامل ديال x، إذا ناقص 1 على 4 الكوسينوس ديال داكشي اللي داخل السين ما كيتغيرش. إذا الكوس ديال 4 x ناقص 1 زائد لندا. نفس الطريقة كذلك عندنا الأصلية ديال الكوس AX زائد B، إذا هي 1 على A سينوس ديال AX زائد B. إذا F دو X تساوي ماذا؟ تساوي 1 على A، A هو المعامل ديال X، إذا 1 على 2 سينوس ديال جوج إكس زائد 8 زائد لندا، لندا كتنتمي لR. الآن إف الإكس تساوي سينوس إكس كاري كوس إكس. الصيغة اللي مكتوب عليها الدالة إلى شنا صيغ الشقاق فغنلقاها فيها الأس. إذا مكتوب على شكل U بريم
يؤس ان. اذا هذه الصيغه اللي فيها الاس، اذا غنحاول نشوف واش نلقى هذه الصيغه هذه. اذا الاصليه ديالها هي واحد على ان زائد واحد يو ان زائد واحد. اذا اف لي اكس تساوي ماذا؟ تساوي الكوس ديال اكس سينوس ديال اكس او كاري. اذا كنعرفوا بانه الديريفي ديال سين اكس شحال كيساوي؟ كيساوي لنا الكوس ديال اكس. دائما من تلفوا في هذا الديريفي الاصليه بالنسبه للسين والكوس، دائما ديروا الدائره المثلثيه. اذا هذا السين هذا الكوس. في الشقاق كنمشي في هذا المنحى، هذا الشقاق ديال السين هو الكوس، هنا موان سين هنا موان كوس. اذا الشقاق ديال السين هو الكوس، الشقاق ديال الكوس موان سين. بالنسبه للبريميتيف يعني الداله الاصليه كنمشي في هذا المنحى، الداله الاصليه ديال الكوس هي السين، الداله الاصليه ديال السين هي الموان كوس. هذه الطريقه او التقنيه اللي تعتمدوا عليها. اذا يمكن لي نكتب اف اكس على هذا الشكل، هذا سين بريم سين اكس اس اثنان. اذا لقينا الصيغه ديال الاشتقاق اللي يمكن لي نطبق، وبالتالي الداله الاصليه ديال اف دو اكس تساوي واحد على ان زائد واحد، اذا واحد على جوج زائد واحد اللي هي ثلاثة، سينوس ديال جوج زائد واحد اللي هي ثلاثة، اذا زائد لامدا. يمكن لي نكتب على الشكل هذا الاس ديال السين ماشي ديال اكس. اذا هنا ننتبهوا الاس راه ديال السين، اذا السين سين اس ثلاثة ديال اكس زائد لامدا. لامدا كتنتمي لار.